شهري كل مشاري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر. بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن عروس البحور لما رفضت الزواج ثار الملك وهاج وأرغمها أن تقابل أمراء البحار وأن تجري بينهم الاختيار، وفيما عدا ذلك فليس لها خيار. وخطر لعروس البحور خاطر مثير، فانطلقت إلى المحبوب قبل الميعاد المضروب، وعلى شاطئ الماء رفعت صوتها بالنداء. انا قلبي كان حاسس اني هلاقيك على الشط. انت ايه اللي طلعك دلوقت؟ بلاش انزل. طيب حنزل. لا لا لا، مش القصد، اصل ميعادنا ما كانش دلوقت، أكيد حصلت حاجة تحت. بالظبط. قابلتي أمراء البحار؟ وهم دلوقتي قاعدين في الانتظار. الله، يعني مش هتروحي لهم؟ أنا لازم أقابلهم. أمال طلعتي دلوقتي ليه؟ عشان اللي هقول لك عليه. اللي هو إيه؟ أنا متأكدة دلوقتي لو قابلت أمراء البحار وعملت ما بينك وما بينهم اختبار هيقع عليك أنت الاختيار وتاخدني من إيديهم بعد ما تفوز عليهم وانزل في البحر. لما السابع قرار. احلام وخيال. انا الكلام اللي بقول لك عليه اقدر انفذه في الحال. ده شيء محال، دي حاجه ما خطرتش على بال. ليه بقى؟ انت نسيت شعره العجوز الدبوس اللي سحرتها دبوس. فهمت. الدبوس ده معاكي دلوقت؟ بالظبط، اهو ده اللي يقدر ينزلك تعيش معانا تحت. ازاي ما فكرناش في الحكايه دي من بدري؟ مع ان الدبوس في صدري. طب يلا مستنيه ايه؟ دراعي اهو، تعالي. انت عارف يا نور ان انا ما اقدرش اطلع بره المي. تعال انت. دلوقتي لما تبقى زينا الميه هتبقى بالنسبه لك هوا. يلا هات دراعك اهو. هو ده الدبوس شعره العجوز. دلوقتي لما اغرزه في دراعك هتشوف ايه اللي هيجرى لك. طب بس ما تخافش، مش هتحس بحاجه، ما انا مجرباه من قبلك. بسم الله. اي اي الله. شفت رجلي؟ شفت ازاي بتحرك في المية؟ راحت فين رجلي؟ ديل ديل. شفت حتى الديل اللي طلع لك طلع جميل زي المية حواليا. عارف يا نور احنا بنعيش في المية زي ما انتوا بتعيشوا في الهواء. الله. ايه ايه ده؟ تعالى معايا. ده حصان. غريبة، انتوا عندكم هنا حصانة كمان؟ كل حاجة عندكم هنا عندنا زيها تمام. يلا اتفضل. فعلا زي الحصان اللي عندنا تمام، ما يفرقش الا الديل وانه من غير رجلين. طيب يلا بقى اركب عشان احنا مستعجلين. اركب؟ اركب ازاي؟ انتوا بتركبوا الحصينه هنا من غير سرج او لجام؟ ما هي دي صنعتك انت.
مش حكيت لي حكايتك والريال اللي كان بيرميه كل يوم والدك؟ طب لمهوا من غير سرجة او لجام، بتمشوه ازاي وتوقفوه ازاي وتحودوه ازاي؟ طب ليه ما تعملوش للحصان سرج ولجام؟ مظبوط تمام، انت جبت الحل. حل؟ حل ايه؟ دلوقتي اول ما نوصل هديلك قنديل الاماره ترفعه انت على راسك، واول ما يشوفوك هيفهموا انك امير. بس لبسك عايز تغيير عشان تبقى امير، وساعتها ممكن تختلط بالامراء اللي هوني عشان يخطبوني. ايوه بس يلا يلا اركب يا حصان، شق الموج اوام اوام. اهلا وسهلا بامراء البحار. تحية يا ملك البحار. انا يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم الاميره بنتي. انتوا شرفتوني بالزياره، وكلكم اولاد الحسب والنسب والاماره، ملوك وامراء جميعكم اكفاء. ما اقدرش اخير حد فيكم ولا افضل حد منكم، لذلك قررت اني ارحب بمقدمكم واسيب الاميره تكلموها وتكلمكم وتختار اللي يعجبها منكم. موافقين موافقين. ده كلام طيب، اتفضلي يا اميره. يا امراء البحار، الاختبار قبل الاختيار. اللي يعرفني اهو يعرفني، واللي ما يعرفنيش انا هعرفه بنفسي. انا عروسة البحور بنت الملك ساجور، شفت اللي ما شافوش حد، عشت تحت المية وعشت فوق الارض. اللي عاوز يخطبني يقدم نفسه. انا يا مولاتي الامير. امير؟ يعني ايه امير؟ امير يعني والدي يبقى ملك خطير. انا بسألك عن نفسك، ما سألتكش عن والدك. ما قلتلك اني امير. يعني ايه امير؟ امير يعني امير. ده شيء كتير وتقول لي امير. اسمعوا لما اقول لكم، والكلام ده موجه لكم كلكم. انا البني ادمين اللي شفتهم واللي عشت على ارضهم بيوزنوا الرجال بالاعمال. ده كلام عال. انا عايز اعرف ميزه كل واحد منكم، وده مش هيبان الا اذا كنت اجردكم واخد قناديل الاماره منكم وتنزلوا تعيشوا في البلد مجردين عاديين، تعيشوا فيها اسبوعين، واللي هيعمل احسن عمل في الاسبوعين دول هو اللي هيفوز على طول. موافقين موافقين. خلاص كل واحد فيكم يقدم الانجيل اللي على راسه وينزل يعيش في البلد من غير. مولاي الملك ساجور، انا الامير دينيس ابن الملك اطليس، وادي الاشاره انديل الاماره. أصيل وابن أصيل. مولاي الملك ساجور، أنا الأمير آروس، أبويا الملك إقيانوس، وادي الإشارة أنديل الإمارة. أصيل وابن أصيل. مولاي الملك ساجور، أنا الأمير بربون، أما والدي فهو الملك مرجون، وآدي الإشارة أنديل الإمارة. أصيل وابن أصيل. مولاي الملك ساجور، أنا الأمير نور العين، وآدي الإشارة أنديل الإمارة. الأمير نور العين، والدك يبقى مين؟
احنا سمعنا كلام الأميرة يا مولاي. انا بقدم نفسي مش بقدم والدي. ده كلام جميل. يقولوا أمير أصيل. وادي القنديل. انتوا مجرد سكان عاديين. احنا خلاص موافقين وسلمنا القناديل. خلاص يبقى معادنا بعد اسبوعين. معادنا بعد اسبوعين. وخرج الأمراء إلى حياة ما وقد أصبحوا مجرد أفراد وانتشروا في كل واد. حتى إذا حل الميعاد برز الملك ساجور وعروس البحور. وعندئذ مولاي